السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حمدي أدمن قناة إيجيبت كار. طبعا كالعادة العربيات الصينية هنا عاملة يعني شغل جامد جدا بصراحة. العربية دي اسمها VV7 وي. العربية أنا ركبتها حسيت إني راكب ألفا روميو، بس عربية عالية على الأرض، SUV. الكراسي من الجلد، طري جدا. التابلو شكله شكل العربيات السبورت كارز، فتحات التكييف الدائرية طبعا زي ما انتم شايفين. الشاشة طبعا عاملة زي شاشات اودي. كونسول وسطي مرتفع وفي ازرار كتير، يعني تقريبا كل حاجة بالكونسول الوسطي، مفيش حاجة قدامي في التابلو غير فتحات التكييف والشاشة بس. طبعا ده اسلوب جديد خالص في التصميم. العربية بصراحة مريحة جدا، ركوبة رياضية جدا. انا اقدر اقول دي عربية رياضية على شكل SUV، ممكن دي اكتر عربية رياضية ركبتها بالمعرض كله. عربية بصراحة طبعا باور شيفت في الدركسيون، دركسيون صغير وجزء ده صغير عامل زي دركسون العربيات الرياضية بالظبط. طبعا من الجلد، أزرار التحكم في كل حاجة في العربية. طبعا مستوى التقفيل والخامات طبعا أحسن حاجة بصراحة. ممكن أقول العربية ديت لو نزلوها بسعر عالي شوية مش مشكلة، لأن العربية فعلا أنا ركبتها حسيت إني راكب عربية ألفا روميو BMW، عربية أوروبية فخمة جدا بس متصنعة في الصين. بس يعني ممكن اقول ده الفرق الوحيد، الكواليتي عالية جدا. هما اتعلموا حاجات كتيرة السنين اللي فاتت، التكنولوجيا عالية جدا، كل حاجة تقريبا موجودة في العربية. مش هتكلم في كماليات ولا مواصفات. طبعا العربية دي 2 لتر تيربو، اداء عالي جدا. بس انا من التجربة بتاعتي الصغيرة ديت ما شفتش حاجة ممكن تتقال على عربية رياضية فعلا، الاداء والركوبة. طبعا اتمنى العربية دي تنزل مصر بصراحة، هنصح ناس كتير بيها خصوصا الشباب، لان طبعا العربية غير ان هي واسعة جدا فيها كل حاجة، كل الكماليات اللي ممكن تلاقيها في اعلى عربيات اللوكجيريوس BMW والمرسيدس. العربية دي بتنافس في الفئة دي، فانا شايف عربية ممتازة. الصين عملت عربية حلوة جدا، انا شايف ان هم بيتقدموا في كل حاجة بصراحة، بيتقدموا في التكنولوجيا في كل المجالات، بيتقدموا بشكل رهيب جدا. ودلوقتي في العربيات طبعا دلوقتي لأول مرة بشجع أي حد إن ممكن يجيب عربية صينية، بس البراند كويسة، الكواليتي كويسة، وكيل كويس، هو ده المهم، لأن هما دلوقتي بقوا غير الأول خالص. طبعا كان معاكم أحمد حمدي، طبعا دي تجربة سريعة على قد وقت يعني، إن شاء الله هيبقى فيه تجارب تانية كتير مع العربية إن شاء الله، وشكراً.